إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في نافذتكم الثانية من هذه الحلقة نوافذ. عنوان هذه النافذة التخطيط الاستباقي والرشاقة والمرونة المؤسسية. ضيف النافذة سعادة الدكتور طارق رشيد، المدرب المعتمد في مركز التدريب الدولي التابع للأمم المتحدة. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا بك يا سيدي، تحياتي لك ولإخواننا وأخواتنا المشاهدين لقناة زاد العلمية. أستاذنا الكريم، حديثنا مع سعادتكم حول التخطيط الاستباقي والرشاقة والمرونة المؤسسية. إن أردنا أن نبتدئ معكم حول التحديات المعاصرة والحاجة إلى الفكر الاستباقي، ماذا تعنون بذلك؟ هل تتحدثون عن شيء يعني من الاستشراف مثلا أو شيء من هذا القبيل؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشكرك أستاذ أخي عبد العزيز على هذه الاستضافة من خلال نافذة جديدة من نوافذ زاد العلمية. حقيقة الفكر الاستباقي جاء في ظل ما يحدث حاليا من تخبط في جميع الاتجاهات على كافة المؤسسات وحتى الدول. كثرة الأزمات، كثرة الكوارث، ما حدث في عام 2020 صنفت كسنة الأزمات والكوارث بلا منازع، بدأت بأزمة كوفيد وجائحة كورونا، ونأمل من الله سبحانه وتعالى زوال هذا الداء وهذا البلاء عن الأمتين العربية والإسلامية وعن العالم أجمع. شهدت أيضا الكثير من التغيرات المناخية والتي نشهدها الآن بشكل متسارع على جميع دول العالم، أيضا شهدت كثير من الزلازل، حرائق الغابات هنا وهناك، اضطرابات اقتصادية. هذا العصر أصبح لزاما على كافة المؤسسات بأجهزتها التخطيطية والتنفيذية أن يكون لديها فكر استباقي، والهدف من الفكر الاستباقي أن أكون لدي الخطط الرئيسية الجاهز فيها للمستقبل. فما التحديات التي تطلبت الحاجة إلى هذا الفكر التخطيط الاستباقي؟ حقيقة هنالك عدد كبير من التحديات، أهمها وأخطرها ما يسمى الآن انفتاح العالم. نحن نعيش في عالم منفتح تماما، كان الحديث لبداية 2018 عن الاقتصاد المعرفي، وأصبح الحديث عن الاقتصاد المعرفي الرقمي. فأصبحت خلطة هذا العصر تتطلب وجود مؤسسات تستعين بالتكنولوجيا ورقمنة الخدمات لتستطيع أن تواكب هذا العصر. وإذا بقينا متجمدين مكاننا بدون مواكبة هذا العصر، سيكون هنالك اضطراب كبير جدا في استراتيجيات المؤسسات. فالتحدي الرئيسي الآن التكنولوجيا، رقمنة الخدمات، رقمنة الوظائف، الحاجة إلى فكر استباقي يضع بعين الاعتبار هذه الاتجاهات. أيضا على منظومة الموارد البشرية، المورد البشري الآن احنا نؤمن بأنه رأس مال بشري، يجب أن يستثمر الاستثمار الأمثل إذا أردنا فعلا أن نحقق نتائج. فلم يعد الحديث عن إدارة الموارد البشرية التقليدية، وأصبح الحديث عن الاستثمار في المواهب الاحترافية المؤسسية إذا أردنا فعلا أن نحقق نتائج متميزة. وهنا يمكن أستعين بسداسية حرف التاء باللغة العربية مع أهم وأخطر رأس مال هو رأس المال البشري. لابد من التدريب والتطوير والتأهيل، ثم اتباع استراتيجية التفويض وصولا إلى التمكين، ثم تعزيز الأداء بتكبير الوظائف. هذه سداسية مهمة بحرف التاء، لابد أن نعمل على تأهيل وتمكين الموارد البشرية لنتمكن من أن نكون في سباق عالمي طبيعته التميز، ولا مجال للتخلف والإركان إلى خلطات قديمة. فجاء الفكر الاستباقي ليجيب عن هذه الأسئلة والتساؤلات والمخاطر المتوقعة في عصر تزداد فيه الأزمات، نحتاج فيه عناصر جديدة، لم تعد الخلطات القديمة تفي بالغرض يا سيدي. جميل. دكتور طارق، ما مفهوم التخطيط الاستباقي؟
ما مفهوم الرشاقة والمرونة المؤسسية؟ جميل جميل. طبعا خليني بداية أعرف التخطيط كفكر لتستفيد كافة المؤسسات والمتابعين لنا. التخطيط هو عملية ذهنية تنقلك من الواقع إلى أهداف مستقبلية تود أن تحققها من خلال تحديد مجموعة من البدائل والمسارات، ثم تحديد أولويات هذه المسارات والبدء بالتنفيذ. فالتخطيط هو فكر ينقلني من أمر حالي، ولا بد أن يكون لدى المؤسسات تشخيص الواقع تماما بفكر واضح لأكون أنا معارف أين أنا، ثم أتجه إلى المستقبل بفكر وخطط تنقلني من هذا الواقع إلى واقع مشرق، واقع أعزز به أداء مؤسساتي. لكن لابد من تحديد عدد من البدائل للانتقال من هنا إلى المستقبل، ثم يتم وضع أولويات. فجاء الفكر التخطيط الاستباقي بأن يضع سيناريوهات للتعامل مع كافة أنواع المخاطر والأزمات المتوقعة في المسيرة المؤسسية، وهذا خلاف التفكير التقليدي أو التخطيط التقليدي، خلاص يضع أهداف دون أن يفكر بعمق الاستشراف، قراءة المستقبل، البناء على التنبؤات. وليس التنبؤ هنا اللعب بالبيضة والحجر، إنما التنبؤ علم يستند إلى منظومة قواعد بيانات يجب أن تكون الآن رقمية، قواعد البيانات الرقمية أساس رئيسي في التخطيط الاستباقي. نبني من هذه قاعدة البيانات سيناريوهات لكل نوع خطر متوقع على مؤسستي، ويكون لدي احتمال الوقوع مدروس أيضا في التخطيط الاستباقي. ونلجأ بفكر التخطيط الاستباقي إلى أحد أهم فكر التخطيط الاستراتيجي، وهو التخطيط بالسيناريوهات. دون وجود سيناريوهات واضحة مع تجارب افتراضية لكل سيناريو ستكون المؤسسات في أزمات. فجاء هذا الفكر التخطيط الاستباقي. ماذا عن الرشاقة والمرونة؟ الرشاقة المؤسسية تعنى صراحة بأن يكون لدي تسارع في النتائج. العالم لم يعد يؤمن ببطء النتائج، العميل وأصحاب المصالح لا ينتظرون مؤسسات بطيئة، فأصبح ضروري جداً أن يكون لدي الرشاقة. وتعنى الرشاقة بأنه في عمليات يجب أن تختصر، لا داعي للهياكل التنظيمية اللي فيها نوع من عدم تفويض الصلاحيات ومركزية الإدارة وحلقات لا داعي لها في العملية الإدارية. فالرشاقة تلغي هذه الحلقات لنصل إلى تسارع في النتائج، إعطاء نتائج تعطي جودة عالية تلبية لتوقعات المتعاملين. أما المرونة على الاتجاه الآخر، فالمرونة هي وجود أكثر من فكر وأكثر من سيناريو، ووجود بدائل متعددة، وليس أن أسير ببديل واحد فأكون متجمدا. فجاءت المرونة بفكر أيضا مع رشاقة وفكر استباقي لتعين المؤسسات على عصر حقيقة تسارع الأزمات والمخاطر فيه كثيرا. ونأمل من قياداتنا المؤسسية والإدارات في كل مؤسسة أن تفعل استراتيجيات التخطيط الاستباقي، التفكير بالسيناريوهات، دراسة المخاطر وتوزيع هذه المخاطر على سيناريوهات، مع التدريب الافتراضي ورفع الوعي لدى الموظف. جميل. دكتور طارق، هل لعدد العاملين في المنظمة أثر على رشاقتها ومرونتها وتغيرها؟ يتحدثون، ربما سمعت قديما، أن المنظمة التي يتجاوز عدد موظفيها 19 مثلا يكون صعب عليها أن تكون أكثر مرونة وأكثر رشاقة. آخرون يقولون لا، يعني انظر مثلا إلى أساطين التقنية مثلا في جوجل وفي أبل وإلى آخره، فهم مثلا أعدادهم بالآلاف وربما بعشرات الألوف، ومع ذلك سريعي القفز والتلون والرشاقة. ما رأيكم بذلك؟ حقيقة لا يوجد عدد بحد ذاته، لأنه في مؤسسات صغيرة، تصنيف المؤسسات في مؤسسات صغيرة، مؤسسات متوسطة ومؤسسات كبيرة، والبعدين في القطاع العام والقطاع الخاص. يمكن القطاع العام يكون الهيكل التنظيمي يعني ملزم نوعا ما لاستراتيجيات محددة، لكن في القطاع الخاص في نوع من المرونة أعلى شوي من متوفر في القطاع الحكومي. الشركات الآن تتجه إلى الهياكل المفلطحة وليس الهيكل التنظيمي التقليدي. الهيكل التنظيمي التقليدي الإدارة العليا، مساعد المدير لكذا كذا، ثم تحت، وهكذا نبقى ننزل في المستويات الإدارية. التوجه العالمي الآن نحو الرشاقة بالهياكل التنظيمية المفلطحة، بمعنى أختصر كثير من الإدارات، أجعل كل إدارة تسير بروح الفريق الواحد، وهنالك دائرة واحدة لتنسيق عمل الإدارات. لنقرأ كثير من الشركات العالمية الآن اتجهت للهيكل التنظيمي اللي يعتمد على الشبكة، لأنه إحنا في عصر افتراضي خطير جدا يسير نحو رقمنة الخدمات، فأصبحت حتى الهياكل التنظيمية
تتبع النتورك، يعني بمعنى المخطط الشبكي وليس المخطط التنظيمي الهرمي شديد التعقيد، وأحيانا لا يفوض الصلاحيات وفي بطء في العمليات. فليس هنالك علاقة مباشرة بين عدد الموظفين وبين المتطلبات الإدارية، لكن لا شك في حمولة زائدة في كثير من القطاعات. هذه الحمولة الزائدة تمنع الرشاقة. يمكن جاء فكرة الرشاقة من مبدأ الشخص الرشيق والشخص اللي مثلا معدل وزنه أعلى من المعدل الطبيعي، فكان في عنده تضخم. نفس الشيء التضخم المؤسسي، عدم وجود الرشاقة بحلقات لا داعي لها بأعداد إضافية، ممكن نيجي ندمج مؤسستين مع بعض في دمج يلبي طموح المؤسستين، وهذا يحدث الآن في العالم، اندماج ثقافتين نحو ثقافة جديدة لمواكبة هذا العصر، إلغاء بعض الدوائر، فتح دوائر جديدة مطلوبة. الآن حتى ننصح الآن أن يكون في عندي إدارة متخصصة في الأزمات والكوارث في كافة المؤسسات، إدارة الإبداع والابتكار وإدارة المعلومات وإدارة المعرفة أساس إذا أردنا أن نسير في هذا العصر بجميع المتغيرات تحدث على جميع المستويات. والعالم أخي عبد العزيز مفتوح، لا مجال أني أقارن نفسي داخل المملكة العربية السعودية مثلا، فبدي أقارن نفسي عالميا أين أنا أقع في السجل العالمي، خصوصا أن الشركات العالمية مفتوح أمامها التجارة الدولية لتدخل ببساطة في أي قطاع، وستكون السيادة لمن يملك رباعية أساسية. الآن هي أولا رأس المال أساس، التكنولوجيا أساس رئيسي لا يمكن إلا أن نسيطر عليه، ولكن دعوة من خلال قناة زاد، تفعيل التكنولوجيا العربية، إيجاد هندسة الروبوتات العربية، إيجاد جامعات تعنى بتدريس الذكاء الاصطناعي، مهارات المستقبل كلها تتجه نحو التكنولوجيا ورقمنة الخدمات. والعنصر الثالث المعرفة، المعرفة والبحث العلمي. ورقم أربعة الإعلام اللي يخدم توجهات الدولة أو توجهات المؤسسة بإعلام يؤمن بمنظومة قيمية عالية وليس مجرد إعلام فقط أصفر. جميل دكتور طارق، لا شك أن التميز في عصر التحديات ثمنه أكثر، فما صحيح. أسس التميز في هذا العصر المليء ربما بالتحديات؟ صحيح، جميل، أشكرك. سؤال، في عصر التحديات كيف أكون متميزا وكثير من المؤسسات للأسف أغلقت؟ يعني الآن 65 مليون وظيفة فقدت على مستوى العالم، مؤشر الفقر للأسف في الأمم المتحدة ارتفع، مؤشر الجوع ارتفع، مؤشر الصحة انخفض، تلوث المناخ يرتفع. الآن الأمم المتحدة تناقش منذ أسبوعين حتى هذه اللحظة منظومة مؤشر التغيرات المناخية والخطورة القادمة بارتفاع درجة حرارة الأرض. نحتاج أن نكون متميزين بالتفكير بالاتجاهات التالية: كيف أستطيع أن أصل إلى أعلى جودة بمخرجات مؤسستي ضمن أقل سعر ممكن، وهذا ممكن طبعا، وبإبداع وابتكار جديد وليس خلطات قديمة، وأن يكون الاقتصاد المعرفي هو الأساس، تفعيل المرونة المؤسسية، وجود تخطيط استباقي، ووجود كوادر بشرية مؤهلة، ووجود عنصري الإدارة والقيادة المؤسسية لدخول هذا العصر. وهذه المتطلبات كلها مع وجود حوكمة طبعا تعنى بنظم القرار والشفافية ومنظومة قيمية عالية، لا شك نستطيع أن ندخل الباب من أوسع الأبواب في العالم ليكون لنا كلمة كمؤسسات عربية بإذن الله. جميل، تحدثتم سعاد دكتور طارق عن مفهوم التخطيط الاستباقي، ماذا عن فكر التخطيط الاستباقي دكتور؟ جميل، احنا ماذا الهدف من التخطيط الاستباقي؟ التخطيط بحد ذاته استاذ عبد العزيز ليس هدف، التخطيط وسيلة. المدخل لهذا التخطيط الفكر. من لا يملك القدرة على التخطيط، من لا يملك القدرة على التفكير الاستراتيجي لن يستطيع أن يخطط. الخطة هي مجرد مخرج. هل لدينا التفكير الاستباقي؟ هل نحن نؤمن بالمستقبل والتخطيط للمستقبل؟ وهذا المنطق، الماضي دروس والحاضر يعني نستفيد منه ونسجل إنجازات، والمستقبل مأمول، نصل هذا المستقبل بفكر وتخطيط استباقي. لا نؤمن بالفرد، نؤمن بالمؤسسية. الأشخاص تخدم لفترة معينة ثم أما أن تنهي خدماتها أما بالتقاعد أو الاستقالة أو الوفاة، وأطال الله في أعمار الجميع، لكن نهاية المؤسسات بدون استدامة للموارد البشرية والتمكين وهذا الفكر الاستباقي بإعداد قيادات الصف الثاني والثالث والرابع لاستمرارية مؤسسية سيكون في خطر. الإدارة المركزية إدارة قاتلة خانقة تلغي العمل المؤسسي، تلغي فكر الاستباقي. والفكر الاستباقي يعنى ببرامج استمرارية الأعمال، الاستدامة عنصر أساسي في هذا الفكر. إذا فقدنا عنصر الاستدامة، الاستدامة في الموارد، الاستدامة في النتائج، الاستدامة في الفكر. الآن الأمم المتحدة تعمل ضمن أجندتها لعام 2030 على 17 هدف تنمية مستدامة.
لأن خطورة هذا العصر أن هنالك ضغط على الموارد. كل مؤسسات تمتحن نفسها، هل النتائج عندي والنتائج أعلى من الاستهلاك؟ إذا أصبح الاستهلاك أعلى من الإنتاج أنت في خطر الزوال. نحتاج استدامة نتائج لكن استدامة موارد. لذلك أصبح الحديث ليس عن الموارد البديلة، الطاقة البديلة المتجددة، طاقة الشمس محور حديث، الرياح، المياه، الاستدامة، البيئة، هذه أساسات المستقبل. لكن النفط سيزول، ودراسات النفطية الآن عليها مشكلة أنها أيضا التلوث المناخي عم يحدث بسبب النفط والصناعات النفطية وهكذا. فهنالك الآن استراتيجيات جديدة ستخرج من مؤتمر الأمم المتحدة فيما يخص التلوث المناخي، ارتفاع درجة حرارة الأرض، حفاظا على مستقبل وديمومة الموارد وديمومة أيضا المؤسسات والبلدان وهكذا. جميل. دكتور طارق، ما المؤشرات والمظاهر التي تشي إلى وجود ترهل وتضخم يتنافى مع الرشاقة في أي منظمة سواء كانت قطاع خاص أو قطاع حكومي؟ ممتاز. إحنا بداية بدون وجود مؤشرات في عندي أنا قضية في العمل المؤسسي. وجود المؤشرات تعني أولاً لابد من وجود مؤشرات استراتيجية على المستوى الاستراتيجي. المؤسسات الاستراتيجية مثلاً العائد من الاستثمار هل يرتفع أم ينخفض؟ إذا بدأ العائد من الاستثمار ينخفض معناه هنالك مشكلة حقيقية في هذه المؤسسة. فمؤشر الآخر مؤشر تطوير الموارد البشرية، هل فعلا وصلنا إلى تمكين المورد البشري للوصول إلى أعلى سجلات أم ما زلنا إحنا في التقادم؟ فمؤشر تطوير مثلا أنا بالنسبة لي كم عدد الدورات التدريبية في التمكين الذكي مطلب رئيسي، كم عدد المناهج في استثمار المواهب المؤسسية أيضا مؤشر رئيسي، كم العائد من الاستثمار مؤشر رئيسي، وأيضا مؤشر رئيسي آخر الإدارة بالنتائج في جميع الإدارات المختلفة، إدارة الموارد البشرية، إدارة تكنولوجيا المعلومات، حتى الإطارات التنفيذية في المشاريع والمبادرات في التشغيل لها مؤشرات أعنى بها لأقرأ هل الاستدامة موجودة أم أنني فعلا أتراجع دون أن أشعر. جميل. إذا كنا نتحدث دكتور طارق عن العائد على الاستثمار، هل هذا يعني أن نتحدث عن منظمات ربحية فقط؟ جميل. أم يمكن قياس هذا المؤشر في منظمات غير ربحية أو منظمات خدمية؟ ممتاز. في القطاع الحكومي العائد من الاستثمار هو سمعة المؤسسات. جميل. لذلك في جميع الدول تجد في جوائز التنافسية في القطاع الحكومي، أكيد في المملكة العربية السعودية في جوائز، في الإمارات في جوائز، في كل الدول في جوائز التنافسية والتميز المؤسسي. وهذه الجوائز الهدف الرئيسي منها ليس أني أخذ الجائزة، إنما أرفع سوية الأداء المؤسسي. سمعة المؤسسة عائد، سمعة المؤسسة عائد، خفض النفقات في القطاع الحكومي عائد استثماري، خفض النفقات عائد، يعني كأني وفرت جزء من رأس المال نتيجة الترهل، فأصبح هذا العائد من الاستثمار جاء عن طريق الوفرة وليس يعني مجرد أرباح. القطاع الخاص يقيس أرباح، القطاع الحكومي يقيس السمعة التنافسية لهذا القطاع الحكومي محلياً عربياً دولياً، ويقيس أيضاً ضبط النفقات واختصار النفقات لأنها أساس رئيسي في العائد من الاستثمار لا شك. إذن يقيناً دكتور طارق أننا يعني على 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 محك أو على ضرورة التميز في كتابة هذه المؤشرات ثم في قياسها، ليس كذلك؟ صحيح. يعني أخي عبد العزيز هنالك الآن قاعدة أساسية، لم يعد الإيمان كثيراً بالإدارة بالأهداف، أصبح الحديث عالمياً الإدارة بالنتائج. جميل. ممكن يكون عندك خطة متميزة جداً بأهداف واضحة جداً لكن مؤشرات النتائج صفر أو ضعيفة جداً، فماذا فادت الخطة؟ الخطة بلا نتائج صفر. فأصبح الحديث عن الإدارة بالنتائج، القيادة بالقيم، التميز المؤسسي، استمرارية الاستدامة هي أساس المعايير لهذا العصر والمستقبل. والتكنولوجيا ومهارات العصر القادم لخصت في مؤتمر الوظائف العالمي 2019 من أصل 10 وظائف 8 وظائف لها علاقة بالتكنولوجيا والرقمنة والتوجه نحو استثمار هذه التكنولوجيا في الخدمات المؤسسية. تردد في حديثكم دكتور طارق كثيرا عبارات الرقمنة، الريبورت مثلا، التقنية، هل هذه لها تكاليف عالية أم أن عدم يعني إيجادها له تكاليف أكثر؟ جميل. أشكرك لأنه بند التكاليف دائما هو محور رئيسي لحديث المؤسسات، هل ضروري أنفق من أجل هذه ولا الأمور طيبة وهي تسير؟ نود أن أذكر جزء رئيسي لعلنا نعي الرسالة على جميع الاتجاهات. ليست معياري في الحديث عن الكلفة الكلفة الابتدائية، وإذا أردنا الحديث عن المعيار المالي حقيقة فرسالتي إلى المؤسسات في التفكير المالي
المال يدرس أربع أنواع من المال يستثمر أو الكلف. أولاً الكلفة الابتدائية، الكلفة الابتدائية هي ما يتم دفعه من أجل إنشاء شيء ليبدأ في مرحلة التشغيل، يأتي بعد ذلك كلف التشغيل والصيانة على مدى العمر الافتراضي للخدمة أو المنشأ. لو أنا بدي أنا على سبيل المثال أريد أن أشتري سيارة، الكلفة الابتدائية للسيارة ما أدفع للوكالة مقابل هذه السيارة، لكن هناك كلف تشغيل وصيانة، ممكن تكون كلف التشغيل والصيانة عالية جدا ولكن الكلفة الابتدائية تبدو رخيصة. الكلفة الثالثة تسمى كلف غير مباشرة، إلها علاقة بتغطية المخاطر. مثلا في حالة السيارة، أخذتنا السيارة والله قطع الغيار، المخالفات، يجب أن تحسب في فكرة التخطيط المالي. ورقم أربعة كلف التطوير والاستدامة. هذه الأربع كلف بالمناسبة لا تجمع جمعا جبريا، لأنه في بعضها يدفع في البداية، الكلفة الابتدائية تدفع لمرة واحدة في الحاضر الآن أدفع. كلف التشغيل والصيانة تحسب شهريا ضرب 12، تحسب سنويا وتعطى على مدى سنوات هذه الخدمة أو هذا المنتج. أما كلف اللي هي غير مباشرة تضاف كنسبة من الكلفة الابتدائية، بعض المؤسسات بتضيف 10% لتغطية المخاطر. إذا كان حساباتك المالية دقيقة ممكن ننزل ل5%، إذا عندك ضعف في الحساب المالي ممكن نوصل ل15% 20 أقصى حد. وكلف الاستدامة هي كلف في المستقبل كيف أطور. التكنولوجيا يا سيدي في البداية مكلفة لأني أريد أن أنشئ قاعدة رقمية للبيانات والكيبلات وإلى آخره، لكن بمجرد أن تنشأ الكلفة الابتدائية اللي هي عالية شوي سيصبح الكلفة الاستراتيجية رخيصة. ولذلك نحترم المثل العربي الذي يقول الغالي رخيص، اللي بتدفع ثمنه في البداية غالي رخيص على مدى العمر الاستراتيجي لأنه يخدم لكذا سنة، لكن لو في البداية استرخصت الأمور وبدي تكنولوجيا رخيص بدي إشي رخيص، في النهاية سأدفع الثمن على المدى الاستراتيجي البعيد. فجاء الفكر المالي بإشي بنسميه الآن الكلفة الاستراتيجية على مدى العمر الافتراضي للمنشأ أو الخدمة، على أن يكون خبراء ماليين يستطيعون حسابات هذه الكلفة. وأما إذا بدي فقط أعتني بالكلفة الابتدائية أكيد قرار خاطئ. مثال بسيط لتوضيح ذلك عند المستمعين في قناة زاد، منصات التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم إذا بدأت تفكر بماليا كم كلفة إنشاء المنصات الافتراضية وتوقف القرار بسبب ذلك في خطورة. أنا بعد 4-5 سنوات من إنشاء المنصات الافتراضية لوزارة التربية والتعليم سأختصر كلفة طباعة الكتب، تخيل على مدى المملكة بجميع أقسام ومحافظات المملكة، لجميع مدارسها، لجميع طلبتها، لجميع المراحل التعليمية، وكل سنة بدي أرجع أطبع. أنا بعد 4 سنوات بكون دفعت كأني كلفة التكنولوجيا وصار عندي رخص وأصبحت مرفوعة منصات افتراضية. هذا العالم يتجه نحو إدارة بلا أوراق وحتى مكاتب بلا إدراج ومتوقع مؤسسات بلا مباني. إن شاء الله خيرا. جميل، وأخشى دكتور أن تكون هناك مؤسسات بلا موظفين. والله هي شوف الوظائف الذهنية ستبقى قائمة، لا يمكن للروبوت أن يغني على العقل البشري، وإن كان حتى في الذكاء الاصطناعي ممكن تضع برمجيات للروبوت ليتوقع الشيء الكثير، لكن للأسف فعلا المهن اليدوية إلى زوال، ولا بد من قرع الجرس للمهن اليدوية لأن الروبوت يحل محلها. من مصلحة المؤسسات الآن أن يكون الروبوت بيشتغل 24/7، لا يمل، الدقة عالية، مبرمج بجودة عالية، كلفة رخيصة على المدى الافتراضي، أدفع ثمن الروبوت مرة واحدة لكن ثمن العمالة سأبقى أدفع شهريا. فأكيد لا شك أن المهن اليدوية أكيد في خطر، ونريد أن نقرع الجرس لنبدأ نعمل بالفكر المهن التي تعتمد على الدماغ والتفكير والتخطيط والفكر، هذه المهن ستدوم لا شك. شكرا لكم سعادة الدكتور طارق رشيد. شكرا. المدرب في المعهد الدولي التابع للأمم المتحدة، كنت ضيفا رائعا وحديثك الماتع حول التخطيط الاستباقي والرشاقة والمرونة المؤسسية. شكرا لكم دكتور. شكرا لك أستاذ عبد العزيز على الاستضافة، وشكرا لإخواننا وأخواتنا المستمعين لقناة زاد العلم. شكرا. شكرا لكم أنتم معاشر المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن العلوم على الحياة نوافذ، منها يطل أفاضل النجباء، ليحاوروا الجمهور في أحوالهم، وليسألوا العلماء عما شاءوا، فكر وتربية وتقنية، وما يبني العقول ويعشق الأدباء، مثل النجوم تطل في جو السماء.
فيشع منها في الدروب ضياؤه.